منذ أول لقاء بيننا لفتت نظري ضحكتها الساحرة، وإذا بصوتها يسكن أفكاري منذ تلك اللحظة، والحوار مستمر. لقد فتحت عيني على عالم جميل بوابته الكلمات. كانت أحاديثنا تمتد ساعات تلونها الضحكات ويتألق في ثنايا الفرح. معها كان كل شيء يبدو مشرقا، فهي كل ما كنت أتطلع إليه في الدنيا، وهي كانت وما زالت أجمل امرأة رأيتها في حياتي.